تحولت جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان الإفريقي إلى فضيحة مدوية بطلتها جنوب إفريقيا. ومعلوم أن مدينة ميرلاند جنوب إفريقيا كتستضيف الدورة العادية للبرلمان الإفريقي اللي كتضمن جدول الأعمال ديالو انتخاب رئيس جديد للمنظمة القارية. وتحول الصراع حول منصب الرئيس إلى تهديد بالقتل ومواجهات عنيفة. جنوب إفريقيا هدت مجموعة ديال الوفود بالقتل، وظهرت برلمانية مغربية وهي مريم وحسات رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالنيابة في البرلمان الإفريقي كتشتبك بالأيدي مع إحدى وفد جنوب إفريقيا التي كانت تحمل صندوق الانتخاب، وحاول الوفد ديال جنوب إفريقيا باش يسرق الصندوق ديال الانتخاب، وهو فضيحة مدوية وسابقة. وممثل جنوب إفريقيا هدد مجموعة ديال الأعضاء الناطقين باللغة الفرنسية واللي كانوا مصرين على إتمام جلسة التصويت بحضور المرشحة المالية، هددهم بالقتل وبالتصفية، وهذه سابقة خطيرة كيعرفها البرلمان ديال إفريقيا.